أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا عن عزاء وقيام عمل ولائم وإحضار الشيخ ليقرأ القرآن، وبعد 40 يوما عن وفاته يقومون بعمل عزاء مرة ثانية. أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل هذا لا يجوز، وهو ابتداع وتكاليف ما أنزل الله بها من سلطان. والمشروع الدعاء للميت والاستغفار له، تصدق عنه بعد تسديد ديونه وما يجب عليه من الحقوق، هذا الذي ينفع الميت. أما هذه الولائم وهذه التقاليد الباهظة، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، يجب تركها ويجب النهي عنها، لأنها لا فائدة منها، بل هي مضرة على الأحياء وعلى الأموات. نعم.